بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء صف الثالث متوسط، أهلا وسهلا بكم مع الأستاذ ميثاق. طلابنا وصلنا وياكم مادة الرياضيات، طبعا هو درسنا اليوم تحليل الحدودية الثلاثية بالتجربة. التجربة تتكون من كم حد؟ من ثلاث حدود. أوكي طلابنا ركز عليها، من ثلاث حدود اللي أخذناها بالدرس السابق تتكون من أربع حدود. يلا طريقة الحل، نكتب قوسين، في القوس الأول إشارة الحد الوسط، يعني أول رقم ثاني بين الأول والثاني، شنو الإشارة الموجودة نخليها، تمام؟ وتضرب إشارة الوسط في إشارة الحد الأخير، يعني الإشارة الثانية بالثالثة، ونضعها في القوس. مثلا زائد في الزائد زائد، ناقص في الناقص ناقص، يعني سالب في السالب، تمام؟ سالب في موجب سالب، وهكذا. ثلاثة، خل الحد الأول في بداية كل قوس، دائما مثلا عند هنا اكس، اوكي؟ دائما الحد الأول اللي هنا أخليه بالقوسين اللي تحتهم أخليه هو الأول. رابعا، الحد الثاني خليه بنهاية كل قوس كحاصل ضرب عاملين، ولازم حاصل جمع العاملين يساوي الحد الوسط، يعني بالتحقق. نجي ناخذ مثال هنا، يقول اكس تربيع، لاحظ لهذا المثال، زائد 10 اكس زائد 21، بيش تحل؟ بالتجربة، تمام؟ تمام، شلون تحل بالتجربة؟ اكتب قوسين، اكتبت قوسين، الإشاير بالبداية تخلص من الإشاير، إشارة الوسط زائد، حطيت هنا زائد، تمام؟ زائد يعني موجب، في الموجب موجب، خليت موجب. جيت الحد الأول منين جايني؟ من اكس في اكس، إذا نخلي هنا اكس وهنا نخلي اكس، تمام. الحد الثالث منين جايني؟ جايني من سبع، من ثلاثة في سبعة، اوكي؟ منين جايني؟ من ثلاثة في سبعة. اجي هسه بصورة بسيطة اتحقق منين؟ من الحل مالتي، القريب في القريب والبعيد في البعيد، يعني اكس في سبعة سبعة اكس، ثلاثة في اكس ثلاثة اكس، سبعة اكس زائد ثلاثة اكس ايش ينطيني؟ شوف القريب في القريب ثلاثة اكس والبعيد 7 اكس. زين هسه اجمعهم شو يطلع لي؟ 10 اكس. ساوى للحد الوسط؟ لو ما ساوى للحد الوسط ساوى لي، اذا حلي صحيح بالتجربة. يلا نشوف المثال الثاني هذا، اوكي؟ 2 اكس تربيع ناقص 9 اكس زائد 18. خاف طالب يقول استاذ والله سهلة ما اعرف شني، براحتك حبيبي، بس انا اقول لك ما نقدر نضبط اهل ليش يتعانون من الفصل الثالث، ما اقدر، اخذت بيه مثال واحد الفصل الثالث بس ما اقدر امشي بيه اذا ما نضبط ذن الاساسيات، وهذن الاساسيات اصلا 10 درجات في الوزاري. اكس منين جايتني؟ اكس تربيع من اكس في اكس، بعد ما فتحت الاقواس لاحظ لطلابنا فتحت قوسين، بيمن قال لي حللها، هسه احللها بتجربة بغير تجربة ما اعرف، لكن راح احللها اخذها بالتجربة، تمام؟ بالمربع الكامل ما تجي، لان لازم الحد الاول جايني من رقم مضروب نفسه، والحد الاخير ايضا جايني من رقم مضروب نفسه، هنا انا ما دخل وياه. خذت اشارة الوسط وهي سالب، خليها سالب، سالب في موجب سالب، لاحظ لهنا أنا. الستة منين جايتني؟ ال18 سوري، جايتني من ثلاثة، يعني أقرب شيء من ثلاثة في شقد؟ في ستة، أوكي. القريب في القريب والبعيد في البعيد، سالب ثلاثة في اكس سالب ثلاثة اكس، اكتب سالب ثلاثة اكس، البعيد اكس في ناقص ستة اكس ناقص ستة اكس، اكتبتها. هسه نجمعهم، سالب 3 اكس وسالب 6 اكس نجمعهم سوا، ايش قال سوالي؟ سالب 9 اكس.
إذن شاوالي الحد الوسط، لو ما شاوالي الحد الوسط شاوالي بإشكال ما بي كل إشكال. نروح لغير مثال، شوف لي هذا ولا تقل لي صعب. هذا المثال شوف لي ولا تقل لي عليه صعب. ليش؟ جاين ثلاثة، يعني عندي معامل بصف المتغير، ثلاثة اكس تربيع ناقص 17 اكس زائد شقد 10. اجي الثلاثة اكس تربيع منين جايتني؟ احلها بالتجربة مباشرة. منين جايتني؟ جايتني منين؟ من ثلاثة اكس في اكس. اوكي، بعد ما فتحت الاقواس ووزعت الاشاير بصورة صحيحة، والعشرة منين جايتني؟ من اثنين في خمسة. اثنين في خمسة، تمام. القريب في القريب في القريب، والبعيد في البعيد، ناقص اثنين في اكس ناقص اثنين اكس، تمام تمام. ثلاثة ثلاثة اكس في ناقص خمسة، نضرب بس الارقام، ثلاثة في خمسة 15، والناقص نجيبه ناقص 15 اكس. اوكي، هسه ناقص 15 اكس هذه ناقص 2 اكس يساوي لي، ناخذ اشاره واحده من عتم الشباب، هات الاشاير ونجمع جمع اعتيادي، ناقص 17 اكس سوال الحد الوسط، لو ما سوال الحد الوسط سوالي. اذا تجربتي شبيهه صحيحه. اوكي طلابنا، هنا نجي ترى كلش عادي، ينطي من الاكس تربيع رقم ملزق يعني على هذا المتغير، تمام. هنا انا منطيني مقادير، يقول لي حلل المقادير الاتيه او الجبريه الاتيه الى ابسط صوره اركز عليها. 1 ناقص 2 زد زائد زد تربيع، اوكي، يساوي لي الواحد منين جايني؟ من واحد في واحد. دير بالك طلابنا، لا ترتبك من تشوف الواحد منين جايك، دائما الواحد وين ما تلاقيه جايك من واحد في واحد. اوكي طلابنا، فتحت قوسين بعد ما تخلصت من الاشاير ونظمت هذا الحكي كله، واحد منين جاي؟ من واحد في واحد. الزت تربيع منين جايتني؟ من زت في زت. دائما المتغير اذا علي تربيع، اوكي، جاي من نفسه، اذا علي شني تربيع يعني مضروبة بنفسه. هسه أجي ضرب اعتيادي، ناقص هاي ناقص شقد زت بناقص زت، لاحظ ليها. هسه تقول استاذ والواحد، هسه راح أجيك، ناقص زت في واحد تبقى نفسيتها ناقص زت، أوكي، واحد في ناقص زت تبقى نفسيتها ناقص زت. ليش؟ مو احنا قلنا المتغير اذا المعامل مالته واحد، الواحد ما ينكتب؟ تتذكرونها لو ما تتذكرونها؟ دائما احنا نحكيها هاي. هسه ناقص زت ناقص زت مرتين، ايش ناخذ؟ ناخذ اشاره واحده ونجمع هذين الزتات، ايش قد يصيرن؟ ايش قد يصيرن؟ 2 زت. ليش استاذ ما يصيرن تربيع؟ حبيبي ما مضروبات، لو بيناتهن علامه ضرب بخير الدلاله، لكن بيناتهن شني؟ علامه جمع. سد قاعد نشوف ناقص ايضا يعتبر جمع. يلا حبيبي، هنا أنا اريدك تشوف لي المثال اللي بعده، اكس تربيع ناقص 13 اكس زائد 12، ليش تحل؟ بالتجربة اركز عليها، التجربة شوية يحتاج لها تركيز طلابنا، مو حي الله يعني تجي وين ما كانت تضربها، يعني هي من اسمها يجوز هاي 12 مرة تضربها في 2، مثلا 2 في 6 تعطينا 12، أقول هنا 2 وأقول هنا 6، بس من أجي أجمعهم ما راح ينطوني الحد الوسط، فلذلك راح أغير. أوكي، أضرب يجوز 1 في 12. أوكي طلابنا، هيك هاي يسمونها تجربة، وبعدين نتحقق من صحة، لازم التحقق مريود ومطلوب منك بالوزاري. يلا اكس تربيع ناقص 13 اكس زائد 12، افتح قوسين اتخلص من الاشاير، يعني اوزع الاشاير على القوس، اخذ اشارة الوسط والاشارة اضربها في الاخيرة، ايضا اعطتني سالب. الاكس منين جايتني؟ من اكس في اكس. ال 12 منين جايتني؟ اذا قلت 2 في 6 ما راح تعطيني الوسط، فلذلك اقول 1 في
12 اجي اتحقق القريب في القريب، يعني هذا قريب على هذا، والبعيد في البعيد، الاكس هذه البعيده وهي 12 البعيده، دائما بالتجربه هيجي. اوكي، ناقص واحد في اكس ناقص واحد اكس، اكس في ناقص 12 ناقص 12، اجمعهم جمع اعتيادي يعطوني ناقص 13، سوا لي الحد الوسط لما سوا لي اياه؟ سوا لي اياه. اوكي، نجي بذن امهات المتغيرات شويه، الطلاب الضوج من عندهن كلش عادي. 6 اكس تربيع زائد 17 اكس زائد 7 ويساوي لي، ليش احلها؟ بالتجربه. ليش؟ من المسابع المستحيل تحل بغير التجربه هاي. اوكي، ممكن تحل ولكن بالسادس يجوز تلقونها. يلا افتح قوسين، افتحت قوسين، الاشارة الوسط زائد نزلتها زائد، اجيت زائد يعني موجب في الموجب، موجب الستة اكس تربيع منين جايتني؟ بس هسه خلنا نتخلص من الاكس، جايتني من اكس في اكس، والستة من اثنين في ثلاثة، اثنين كتبت اثنين في ثلاثة، تمام. يلا السبعة منين جايتني؟ ماكو رقم اضربه ب يعني رقمين اضربهن يطن سبعة، فقط الواحد في سبعة. اوكي، اذا هذا مسهل علي الامر، اجل قريب في القريب والبعيد في البعيد، واحد في ثلاثة اكس نفسيته تنزل ثلاثة اكس. ليش استاذ؟ هو نفسيته يا حبيبي، الواحد وين ما تضربه هو يعطيك نفس الرقم اللي ضربته به. اثنين اكس في سبعة، اضرب فقط الارقام، اثنين في سبعة ايش قد يعطيني؟ 14، والاكس انزلها نفسيتها. لا تخافوا من تشوفوا بصف المتغير رقم لا ترتبك طلابنا وكانما ما موجود، ما موجود المتغير، تعاملوا وياه وكانما ما موجود، اول رقم ما موجود، من ارد اتعامل ويا المتغير اعتبر رقم ما موجود. يعني هسه انا من الاكس تربيع جيت وزعتها اعتبرت الستة ما موجوده، ما خفت من عندها، هيك انت راح تسيطر، قلت اكس في اكس. هنا أنا من جهة أردت عامل ويا ستة ما اعتبرت الأكس تربيع موجودة، أوكي، ولذلك مباشرة قلت اثنين في ثلاثة. يلا نجمعهم، ثلاثة أكس زائد 14 أكس إيش قد يعطيني؟ 17 أكس. هل سوال الحد الوسط؟ نعم سوال الحد الوسط، إذن تجربتي صحيحة. أروح للبعدة، والبعدة شوية حلو مرتب، 7 أكس تربيع ناقص 26 واي. يا طالبني يشوف رقم كبير ايش قد يسوي ذا، وايش قد هو بسيط. يلا ناقص 8، لاحظ لي هاي شلون اجيت 7 اكس تربيع، طبعا هنا الاكس غلط بيها، هي واي بالاصل واي، اوكي، لذلك اكو بيها خطا، هاي هنا مو اكس هنا واي. يلا 7 واي تربيع منين جايتني؟ قلت الواي منين جايتني؟ من واي في واي لان عليها تربيع، اوكي، مكان الاكس. طلابنا ركز زين، السبعه منين جايتني؟ من 7 في 1، نفذ ذيش العمليه ما اقدر اقول غيرها، 7 كتبت بصف هذا 7، وهنا الواحد اكتبه يحتاج اكتب المعامل اذا هو واحد، ما يحتاج اكتب المعامل بصف المتغير. زين الثمانية منين جايتني الحد الأخير؟ منين جايتني؟ جايتني منين؟ من اثنين في شقد؟ في أربعة. طلابنا خاف واحد يقول عندنا بهذا القوس ناقص وبهذا القوس هو زائد، يعني بالعكس ماكو مشكلة. هسه أجي القريب في القريب، اثنين في واي، اثنين واي، تمام. 7 في 4، استاذ مو بصف هواي، ليش ما قلت وياها هواي؟ ما اريد احكيها على بون ما تدوخني. 7 في 4 ايش قد ينطيني؟ 28، اجيب الواي اخليها بصف، هسه اقدر احكيها، اوكي؟ نتخلص، بس اقول 7 واي في 4 راح هنا نصير عند يعني ببالي سالفتها طويله وتقوم تخاف من عندها ما اعرف شلون هيك. ف 2 واي عندي، 2 واي اشارتها شني؟ زائد 2 واي في ناقص 28 واي، اخذ اشارتي الكبير واطرح، من هي اشارتي الكبير؟ ال 28 يعني السالب
اطرح من عندها 22، اطرح من عندها 2، بقت لي 26 واي. سوالي الحد الوسط لو ما سوالي سوالي. تمام طلابنا، هذه بالنسبه للتجربه. ناخذ المثال اللي بعده ونشوف ايش عندنا. 6 اكس تربيع ناقص 51. طالب نشوف 51 شوي شغلت هنا أنا. اوكي تتغير 51 اكس زائد 63. طلابنا الاعزاء قبل لا تفتح قوسين اتاكد لي هذه يعني المعادله هاي تقبل القسمه على شيء بيها عامل مشترك ما بيها عامل مشترك. هيش اريدك تركز لي 6 بيها عامل مشترك وي 51 وي 63 لو ما بيها. اذا بيهن قل لي يا هو اي بيهن عامل مشترك. من هو كلهن قبلن القسمة على شقد؟ على 3. طلابنا هيك اسئلة لا تتركونها وداعتكم بسيطة. اوكي على 3. الستة شقد بيها؟ 6 على 3 شقد بيها؟ 2 اكس تربيع نزلها. الواحد وخمسين على 3 شقد بيها؟ 17. ليش 17 34 و17 51. حلو 63 على 3 ايش قد فيها؟ 21. طبعا هذا حليناه بالاسئله المرشحه مال الوزاري مال التلفزيون التربوي. اجيت هسه احلل بيمن بالتجربه وهذا العامل المشترك اللي طلع هنا بيناتهم عيفه نفسيته. اوكي طلبنا ما له دخل بي ولا كانه ما موجود ما لك دخل بي. هسه بيش احل بالتجربه؟ اشاره افتحت قوسين اوكي، اشاره الحد الوسط نزلتها سالب في الزائد سالب نزلتها اوكي. 2 اكس تربيع منين جايتني؟ جايتني من اكس في 2 اكس اوكي. بنضربهم يطنث اكس تربيع ذني اوكي. بعد ال21 منين جايتني؟ جايتني من من 7 في 3. ايش قد ينطيني؟ ينطيني 21. هسه القريب في القريب والبعيد في البعيد. اكس في 3 اكس ناقص 3 اكس لان عندي هنا ناقص اوكي، وشارت الاكس ايش قد؟ زائد سالب 7 في 2 اكس. قلت اضرب فقط المعاملات اوكي. 7 في 2 14 والاكس نزلت الاشاره طبعا سالب. سالب 14 اكس ناقص 3 اكس ايش قد ينطيني؟ اشاره المشابهه تسوي ناقص 17 ينطيني اوكي ناقص 17 اكس. تمام سوال الحد الوسط لو ما سوال الحد الوسط؟ سوال الحد الوسط. بس استاذ شو احنا هنا ما حلينا مباشره بالتجربه. اي حبيبي البدايه ما تحل بالتجربه، تشوفها هل هي تقبل القسمه بها عامل مشترك كلهن ذن الارقام؟ اي بها عامل مشترك لان كبار يعني 63 51 يعني شيء كبير هذا الرقم اوكي. فلذلك استعملنا العامل المشترك للسهوله انه تمام ما ياثر عليك ابدا. لهنا طلابنا صار واضح هذا السؤال هذا الموضوع كله التجربه صارت واضحه. ما اعتقد بها شيء صعب اوكي، يعني الا بها عامل مشترك طلعها بصفه متغير. لا تخاف من المتغير، المتغير هو منين جاي ايضا اضربه اوكي. انطاك واحد، الواحد دائما يجي من واحد في واحد. الاشاره حافظ عليها يعني شلون حافظ الاشاره؟ انا اشاره الوسط دائما اخليها بالقوس الاول اوكي، بعدين الاشاره مال القوس الثاني اضرب الاشاير بيناتهم. هذا بالنسبه للتجربه. تجي هواي هواي تجي بالوزاري وما بيها كل مجال، لازم كل اسئله التجربه هي موجوده. شلون نقول بكل عزله قامه، لازم كل اسئله وزاريه التجربه وياكم. اوكي طلابنا يلا لهنا انتهى درسنا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بايصال معلومه لكم ولو شيء قليل. اوكي طلابنا، ولا تنسوا ان شاء الله راح ننزل عليها ايضا سؤال تحلونه انتم بديكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.